ماشي على دايت بقالك مدة ومش عارف تخس، مقلل أكلك جدا وماشي على السعرات ومظبط كل حاجة وبرضه مش عارف تخس، ثبات في الوزن رهيب، ناس كتيرة جدا جدا، بل إن كل الناس اللي بيعملوا دايت بيمروا بيه. حد سأل نفسه إيه السؤال؟ أنا هشرحها لكم بمنتهى البساطة عشان تفهموا وإزاي كمان تحلوها. لو إحنا بصينا هنا، فرضنا إن أنت قبل الدايت كنت ماشي على 3500 سعر، أنت احتياجك اليومي 2200. انت مش على 3500، فبالتالي جسمك بيحاول ان هو يحرق السعرات الكتير اللي اكتر من احتياجك دي، فبتزيد شويه في الوزن، بس هو بيحاول يحرق وبيحرق كتير اكتر من احتياجه. طيب انت قررت تعمل دايت، كنت ماشي على 3500، فجاه قللت بقى 2000 1500، فبالتالي حرقك عالي لانه متعود يحرق 3500، فبيقل سعراتك جامد، فبالتالي بتقل اول اسبوع واثنين وثلاثه وتلاقي نفسك بتنزل بسرعه كبيره جدا، لحد ما الجسم ما يعمل حاجه اسمها ادابتيشن او اكوموديشن، تكيف، خلاص تكيف على السعرات القليله اللي هم 1500 سعر، فيثبت ميزانك برغم ان انت مقلل سعراتك ومش على ال 1500 سعر. ساعتها لازم عشان تلخبط الجسم والنظام بتاعه يرجع يحرق تاني ترفع سعراتك، ارفعها لاقل من احتياجك برضو 2000 سعر مثلا. الكلام ده ممكن يوم او اتنين او تلاتة، ترفعها شوية باكل صحي، بعد كده ترجع تقلل تاني، فهتلاقي جسمك بينزل تاني على الميزان، وهي دي افضل طريقة تقدر بيها تكسر ثبات الوزن بالانظمة المتغيرة، ترفع السعرات وتقللها تاني بس ترفعها باقل من احتياجك، هي دي الطريقة الصح. مين فيكم جرب الطريقة دي وفعلا جابت نتيجة معاه في ثبات الوزن؟ احنا شغالين بيها وبيجيب نتائج كويسة، عرفونا في الكومنتات. سلام عليكم.